الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس ورغي الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه والامل عجباني ياللي ما عند أيامك عجباني ياللي ما عند أيامك كل الجراح كل الجراح كل الجراح وتلعبي آلامك ومصدقة إن الدنيا قدامك مهما داقت والليالي عتمت صبرا كأن الصبر خدامك صبرا كأن الصبر خدامك ومين ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي صبرا وصبرك ماشي معاكي كأنه ماشي على هواكي وكأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي كأنه ساكن ضحكت شفايفك وكأنه ساكن دمعة بكاكي صدقي الاحساس سيبك سيبك من الوسواس وقول الناس انسي الكلام وصدقي الاحساس الدنيا جايه والامل موجود الدنيا جايه شوفت الجادة اللي طول عمرنا كنا رافضينه هو اللي رفع راسنا قدام الناس كلها حافظ عليا يا بنتي وارضي بيه إن شاء الله ربنا يديني طول العمر وأشوف عيالي تحت رجليك هتيجي تزورني صح وانا كمان هجربك واجيب لك زياره عشان اشرفك قدام اهل جوزك ما تزعليش ما تطلعيش بيا يا صبا ما تطلعيش بيا يلا يا عروسه عشان اوديكي ضرب النص يلا احنا اتاخرنا يا حبيبي يلا 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 حبيبتي يلا حبيبتي
صباح لو كان عندي دار ما كنتش اخليكي ابدا تطلعي منه. يلا حبيبي مبروك يا حبيبي مبروك يا حبيبي يلا حبيبي يلا. العوافي يا جدة. اهلا يا صباح، تعالي يا بنتي. اتفضلي يا عروستنا. اصل الابله نوره قالت لي اجي اجهز من هنا، بس انا ما كنتش عايزه اتعب حد معايا الصراحه. يا بنت ده بيتك وعريسك كمان لازم يفهم ان ليكي ناس هيردوه ويرجع لهم لو بس طرف بعينه فيك. ربنا يخليك ليا يا جدة يا رب ويجعله دايما عامر بحسك كده. ويسعدك يا بنتي ويتمم لك بخير. انا ما لقيتش البت امينه فجبت لك النسخه الصغيره. مش هتفلتي مني المره دي، هزوقك يعني هزوق. تزوقيها؟ انت عايزه عريسها يهرب ولا ايه؟ فاكره يوم ما صرحت لك يوم كاتبه كتاب امينه؟ يوه وده يوم يتنسي، بس اوعي تعمليها تاني بقى. يلا يلا يا بنات اطلعوا حضروا العروس، مفيش وقت للهزار. يلا يا صباح. قال على راي المثل على ما يكحلوا العمشه يكون السوق خرب. بلاش العمشه دلوقتي يا جده، بقت تخصنا. يا بنتي يا مقروضه انت، هو انا جبت سيره حد ولا قلت ثانيه العمشه؟ الحقوا الجده بتقفش هزار زينا. شفت؟ مش قلت لك البت دي هتتجوز وتحل عن سمانه عشان بس تبقى تصدقني بعد كده. يلا كل حي بياخد نصيبه. البت صباح دي شافت ياما، من حقها بقى تفرح لها شويه. تفرح باللي يقلقها لجابر البلطجي، مش تبص لسيادها. حضري ثبت وبعتيه دار محمود ابو ناصر. ايه ده؟ هو انت ناوي تبعت زياره لصباح وجابر؟ همام بنفسه هو اللي داعي الناس، انا لازم اعمل الواجب. اذا كان على همام نعمل الواجب ونبعت زياره عشان ترتاحي وتبطلي القلق اللي انت فيه دايما ده. لا ما انا خلاص هرتاح بعد كده، ده انا الود ودي ازغرط. زغرتي هناك في الفرح مش هنا. ولا ايه رايك يا رئيف؟ قمر والله بقى كده. انت زوقتوها قبل ما اجي؟ انت كنت عايزانا نستناكي؟ يبقى البنت مش هتتجوز في ساعتها. الناس بتستنى القطر لكن القطر ما بيستناش حد يا امينه، واحنا القطر. مبروك يا صباح. طب خلي معاكي دلوقتي. ده ايه ده بقى؟ في اسرار ما بينكوا ولا ايه؟ اه اسرار ما ينفعش البنات اللي زيكوا يعرفوها. ايه ده؟ يا سلام ده شفتشي قوي كده. عيب يا رئيفة. وده هتلبسي اول يوم يا صباح؟ تحرجيهاش بقى يا رئيفة. يلا يا بنات المأذون وصل. انا هروح اتفرج على كتب الكتاب. انا جاية معاك. البلد كلها فرحانة عشانك يا صباح. وكيل العروسة والشهود. الشاهد من ناحيتي الرئيس همام. الشاهد التاني. أنا الشاهد التاني من ناحية العروسة الحاج يوسف وكيلها. وماله؟ أنا وكيلها. هاتوا لنا موقفة العروسة. اتفضل يا همام. يلا اتفضل يا عم محمود. اتفضل اتفضل. همام بيجوزها واحد من رجالته عشان يخلص منها ولا عشان تبقى تحت امره؟ يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوليه ده. بعدين افهمك.
يعني ايه مش ممكن؟ يعني انا وكيل ابو عصفور مش الحاج يوسف. حد يطول الحاج يوسف يبقى وكيله؟ انا بقى وكيل اللي اقرب لي واللي اقرب لي ابو عصفور مش الحاج يوسف. خلاص براحتها عصفور عصفور. يلا يا عم محمود. حمام انا موافقه اتكلم بابا. رفضت ان الحاج يوسف يبقى وكيلها ومصر ان عصفور هو اللي يبقى الوكيل. واحنا ما يشرفناش نتوكل للاشكال دي. دي بنتي دون ما تشغلكيش. تعالى يا عصفور، صباح معها حق انك تبقى وكيلها. انتوا عشتوا طول عمركم مع بعض، يعني انت في مقام ابوها. روح اقعد جنب الشيخ محمد. تعالى يا عم عصفور اقعد هنا يا على فين يا حاج يوسف؟ هقعد في المضيفة جوه. عايزك بعد كتب الكتاب يا همام يبقى هات حامد وحسنين معاك. بدي ايدكم في بعض بقى، خلينا نخلص في الليله. مش معديه دي؟ لا معديه معديه وزي الفل كمان. هم انت بس بالمنديل. تعال خير يا همام يا ابني. استهدى بالله كده وتعالى اقعد قدام. حاضر. وادي قاعدة. تعالى يا جابر تعالى. ايه يا عمار الليلة سكتي؟ سكتي ايه يا ده؟ الريس همام بعد جايب لك الغازية وفي الكارتة بتاعته مخصوص. ده ايه الليلة العسل دي؟ خد، عايزينك تشرفنا وترفع راسنا. ما انا هرفع راسنا على رجل. تمام. ودي كمان بقى. ايه دي؟ تمسك كده دي؟ ده ايدي. هلو، مية مية، شكلها هتلعب وهتولع. ده شكلها هتبقى ليلة زي العسل. كتبوا كتابك يا صباح، ألف مبروك يا عروسة. عقبالك يا رب. أنا همام اتقدم لي وهيكلم بابا النهاردة إن شاء الله. يا زين مختار، وانت ايه رايك؟ وانا هفهم زيك برضك. اكيد انت هتفهم احسن مني. بس انت طول عمرك عايشه هنا في البلد وعارفه كل حاجه فيها. متخافيش، ربنا اكيد هيختار لك الصح والصالح ليكي يا حبيبتي. يا صباح احنا ياما شيلناك هموم البلد دي من ساعه جدك ما مات لحد وقتنا هذا، ومن قبل ما يموت كنا برضو بنحتاج لك. العفو يا حاج يوسف، انت اهل. وعشان احنا اهل مفيش كلفه بينا، يبقى لازم نراعي بعض. هو حصل مني حاجه تجاه حد لا سمح الله؟ لا، انت راجل محترم والعيبه ما تطلعش من بقك، لكن ابوك واخوك لازم تراضيهم عشان خاطري، وإكرام الضيف واجب زي ما انت عارف. مش تسألهم هم عملوا ايه يا حاج يوسف؟ حاضر، انا مش هزعلك وخاطرك عندي عزيز. تعيش. اتفضل يا حامد. زعلش مني يا حسنين اخويا. خدش على خاطرك مني يا ابو حسنين، وهات راسك بس. خلاص بقى. بس برضه مش هنرجع نقعد معاك في البيت. اقعدوا في اي حته زي ما انتوا عايزين، انا المهم عندي انكم تبقوا مرتاحين. عداك العيب يا همام يا ابني. وبالمره يا عم محمود، وابو حسنين موجود والحاج يوسف منورنا، انا اتشرف اني اتقدم واطلب ايد كريمتكم لاني سنوره. ازاي الكلام ده؟ بقى هي نواره
هترضى بواحد زيك ما كملش علامه؟ ابنت وهي اللي قالت لي اكلم ابوها. يا زين ما اخترت يا همام، ويا زين ما تختار يا محمود. ما عندكش مانع يا عم محمود، بينا نقرا الفاتحه. والله يا همام يا ابني انت فاجئتني. سنين يا ابني كسرت قلب اخوك، اله يكسر قلبك يا بعيد. روح اله لا تكسب، لا تكسب دنيا ولا اخره. انا مش فاهم حاجه ولا عارف حاجه. رد على همام وسيبك من حامد وابنه، لو موافق يلا نقرا فاتحه مفتوحه دلوقتي. طب على الاقل اخد راي جدتها وامها، ما هم برضه ليهم راي. طبعا يا عم محمود شور براحتك، وانا تحت امرك وامر نواره وام نواره وجده نواره. على بركه الله، عيني العقل يا همام يا ابني عيني العقل. بس برضه ابوك واخوك لازم تراضيهم. انت شفت بنفسك يا حاج يوسف، انت كمان يا عم محمود. بحبها بحبها يا مهلول. طب اهدى وبلاش عياط، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل انه هيتجوزها وانا مكتوب عليها دفن كده، هتحرم من كل حاجه وهو ياخد كل حاجه مني. لسه بدري يا شيخنا، مفيش حاجه حصلت، ده كله كلام يعني، ده لا خطب ولا شبك حد. بيقول لك ايه اللي قالت له بوفاء ويروح يطلبها من ابوها. بس لما يتعرف موضوع الخطف اللي انت حكيت لي عليه اكيد هيكون لهم راي تاني. مين؟ ما قلنا طيب دهدي، انت مسربح كده ليه؟ الله ابني حبيبي جاي عندكم اهو جوه مع الاستاذ في المكتب. عامل ايه؟ امه اللي نهنها زي العيال الصغيرين. حبيبي يا حبيبي يا ابني هاتلو ارواح يمكن يسهو. يا حبيبي يا حسنين ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. ما انا قلت لك يا حسنين، قلت لك الواد ده عايز يكوش على الدنيا بحالها، وانت تطلع مليتي من كل حاجه حتى نواره. مش مزعلني موضوع نوارة يابا، أنا اللي مزعلني وزعلي كله على البلد، البلد اللي همام ضحك على أهلها ومفهمهم إنه هو حميهم. مسيري هعرف أفضحه قدام كل أهل البلد. إيه عروسة؟ عروستنا عاملة إيه؟ مستنية بختها. بختك زي الفل إن شاء الله، بس أنا عايزة أقول لك حاجة. طب أنا حاسبكوا بقى أروح للبت أمينة ورئيفة. لا خليك ما تتكسفيش، ما أنا لو ربنا اداني العمر وشفت فرحك هقول لك نفس الحاجة، فاسمعيها معاها بالمرة. لا ربنا يخليك يا حاجة يا رب. شوف يا صباح، بيتك هو جوزك وجوزك هو دنيتك، تصاحبيه يصرحك، تضيفيه يأنسك، وتبقي كده بشوشة وسدنك باسم يحبك. ربنا يخليك لينا يا جدة وما يحرمناش منك أبدا. ويسعدكوا يا ولاد يا رب. يا أحمر أنا هنزل واحد. ألف مبروك يا حسن. أنا زي الفل يا عمر. عمر. يا ربي. دي إيه الليلة العسل؟ أجمد. أنا جامد. ألف مبروك يا عريس.
الغالي يا جابر الغالي. أنا هسوي الهوايا النهارده. مش عايزك تصغر رقبتنا ها؟ هدغدغ الدنيا عليكي. انتوا عملتوا فيه ايه؟ أنا اللي عليا عملته، خليتهولك مش دريان باللي حواليه. بصي اتصرفي معه كأنها أول ليلة ليكي. لا والله عندك حق بصحيح. كتر خيرك يا سي همام. شوفي عريسك عايز ايه؟ ما تحرميهوش من حاجة. بصي كل ده علشانك. عيشي. تلمسني يا جابر طول ما انت كده. لازم تفوق، فاهم؟ انا استنيت اللحظه دي على مدار تاريخي كله. ما كنتش فاهم غير اللحظه اللي جمعنا فيها اوضه واحده حلوه زي دي. مش هتلمسني يا جابر غير لما تفوق لنفسك. يعني ايه؟ يعني نام. نام الصبح قرب. نام يا جابر. نام الصباح رباح. طب غطيني عشان مراتي. ها الأمانة تمام؟ أيوة تمام، بس على الله هي تعرف تقوم بواجبها صح. ما تقلقش هتقوم. أنا هطلع أنام، كان يوم رخم. معلش ما هالأيام برضو من ده ومن ده. والله يا عمار من الأصل كانش فيه غير نوار. يا رب تصبح وتتمسى بيها يا همام. يا رب. ماشي.
مرتب وابيض. الله، مين اللي خارج من بيت جدة؟ ده عطية غراب. مين اللي بيخبط؟ ايوه يا عم محمود، انا حسنين. خير يا حسنين يا ابني؟ ابوك جراله حاجه؟ لا ما جرالوش حاجه، بس انا كنت عايزك في حاجه مهمه. والحاجه المهمه دي ما تستناش لما نتقابل في الفجريه في الجامع؟ صدقني يا عم محمود ما يستناش. طيب يا حسنين يا ابني انا نازل لك، استنى. خير يا محمود؟ في ايه؟ والله ما انا عارف في ايه. استرها يا رب. اتفضل يا حسنيه، اتفضل. ماليش عين اخش دارك يا ابو محمود. خير يا ابني؟ ليه كفله الشهر؟ ايه اللي حاصل؟ قلقتني. انا خزيان منك يا ابو محمود، مش عارف اقول لك ايه. اخويا هو اللي خطف نواره وتفي دهاني مرات شاكر بيه. حمام هو اللي خطف نواره وتفيدة مرات شاكر؟ طب ازاي هو اللي راح جابه؟ للاسف هو ده اللي حصل، عشان لما ينقذهم يبقى بطل قدام اهل البلد. طب وانت عرفت منين حاجه زي دي؟ انا الحكايه دي من ساعه ما عرفتها هي اللي خلتني اصمم ان انا اسيب القلعه وامشي. انت متاكد بالكلام ده يا حسنين؟ انا لما كنتش متاكد يا ابو محمود كنت جيت بلغتك في وقت زي ده. أنا جيت بلغتك عشان خاطر أخلص ضميري، السر ده مش قادر أكتمه جوايا أكتر من كده، خصوصًا لما عرفت إن همام اتقدم عشان يطلب إيد نوارة، وأنا لا يمكن أسمح أبدًا إن نوارة تقع في مطب زي ده. أوعى يا ابني يكون اللي بتعمله ده من باب الغيرة من أخوك. غيرة؟ الله يسامحك يا أبو محمود، أنا مش غيران من همام. أنا مشفق عليه عشان اللي بيعمله فينا وفي الناس حسابه تقيل قوي عند ربنا. وبالنسبة للمكان اللي كانت مخطوفة فيه نوارة وتفيدة مرات شاكر بيه، المكان ده يخص همام وباسمه، وأنا عرفته. ولو حضرتك عايز تتأكد مخصوص تعالى معي وأنا أوريهولك. شكر حسنين يا ابني انك نبهتني لحاجه زي دي. انا اسف يا ابو محمود، ما الغلط طايلني برضه عشان اخويا. سامحني، سامحني يا ابو محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جد؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود. شوف يا همام، انت عارف ان انت من غلاوة جابر ابن ابني ولا لا؟ عارف. طب عارف ان انا بخاف عليك ولا لا؟ عارف قوي. طيب شوف بقى، انا جاية لك في حاجة كده ومش عايزك تكسف. حاجة ايه؟ شوف يا همام، الله الله على الجد،
والجد هالله هالله عليه. هو انت في حاجة؟ حاجة ايه؟ مش فاهم. انت في حاجة؟ وانت مش لسه مجوزة يا ابني ابنك وجاية مهدودة من الفرح؟ ما تروحي تنامي احسن. جد اتقتل. يا حزني. بتقول ايه؟ مقتول ومرمي ورا داره. يا قلبي عليك يا جد. تعالى وريني فين. خدني معك. الظاهر ان هو كان بيقضي حاجة والسر اللي لاهي طلع. عم جاد يا عطايا. عطايا يا همام اسمر بقى، خليني احكي لك اللي عايز احكيه لك. ايه ده؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ ايه ده ايه؟ تخربوش ده ولا ايه؟ خربوش؟ خربوش ده جدك عكاشة بقى الله يحزه. جد عكاشة الله يحزه؟ اه. ولا جد جاد الله يرحمه؟ ايه؟ خص عليك يا همام، انت بتقول ايه؟ أنا ما أخونش أبو عبعاطي أبداً. في إيه؟ هتستعبطي ولا إيه؟ ليه؟ ليه؟ هتستعبطي ولا إيه؟ لا لا. طيب؟ يا عمار! يا عمار! في إيه؟ في إيه؟ خد عطية، ده مسموم باي. خد يا عمار على طول. على طول على الوحدة الصحية، يلا. اجلب الكارتة بسرعة. مين ده؟ اسأله ماله؟ ماله ده؟ تعالي يا ايه؟ هتقدر في رجالتي نفر نفر ولا ايه؟ انا؟ لا يا همام. لا 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 يا همام. في ايه؟ بتعمل ايه يا همام؟ بتعمل ايه؟
الراجل سم فلان، كويس انك جبته في الوقت المناسب والا كان هيروح فيها. وهيفوق امتى يا دكتور؟ انا عملت اللازم، كلها كام ساعة ونشوف العلاج اللي انا اديته له هيعمل ايه. وممكن يموت فيها؟ الله اعلم، الاعمار بيد الله وهو بين ايدين ربنا دلوقتي. طيب يا دكتور، طيب على العموم أمانة في ايديك دلوقتي، ما حدش يدخل ولا يخرج عليه الا انا والريس همام وبس. هحاول. تحاول ايه؟ ما فيهاش هحاول دي، في حاضر وبس. احنا مش عارفين الراجل اللي نايم جوه ده كل سم الفيران ده ازاي، ومين اللي وكله له؟ مش يمكن حد متقصده ولا قصده بالعنية، صح ولا لا يا دكتور؟ صح. ويمكن اللي عملها فيه يجي في غفلة ويكمل عليه، صح ولا ايه يا دكتور؟ صح. يعني الراجل اللي جوه ده في أمانتك لحد ما نشوف ايه اللي هيجرى، حاضر ولا ايه؟ حاضر. السلام عليكم. أنا اللي مش قدك خلاص، أنت كده اتطفح منك ومن عمايلك شر البقر. إيدي يا همام. إيدك دي قطعها لك. سيبنا الله لا يسيح. سيبك حشيبك. بس بعد ما طلع روحك. أيوة أيوة حاضر. همام انت فين يا همام؟ همام حرام عليك يا همام، حرام حرام عليك، انا بموت يا همام، ارحمني. ارحمني يا همام، انا ماليش ذنب في حاجه، انا ماليش ذنب في حاجه يا همام، ارحمني. همام انت فين يا همام؟ حرام عليك يا همام، حرام حرام عليك، انا بموت يا همام، ارحمني. عايز نطلع ايه؟ ما قتلتوش، انا ما قتلتوش يا همام، ما قتلتوش، ارحمني يا همام، انا ماليش ذنب في حاجه، انا ماليش ذنب في حاجه، ارحمني. هتقولي ولا مش هتقولي؟ انا ما قتلتش حد، أنا ما قتلتش حد. قوليلي. ما قتلتوش. قتلت جد ليه؟ أنا ما قتلتوش يا همام. ما قتلتوش. عايز أنا أطلق.
انا ماليش ذنب في حاجه يا همام. بتخلص يا علاء الجسمي. الجرح ماسك من البدن للروح يا دنيا لا تقسي على المجروح. الجرح ماسك من البدن للروح. في ناس تقول عالمر زايد سكره وناس تقول عن عمرها ضاع اكتره. واني رغم العمر لسه بتبتدي لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا. لا من اللي بيبيعوا ولا اللي بيشتروا. لا يوسوسك وسواس إلا عمايل الناس. واللي بيحميك تقاوة الإحساس. ويا دنيا لا تقسي على المجروح. الجرح ماسك من البدن للروح.